السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط. ايه رأيكم بقى في القرنبيطة الجميلة دي؟ مقرمش وجميل جدا. احنا هنعمل مع بعض القرنبيط اكلة من اكلات الشتاء الجميل، يعني حاجات كده زي العسل. القرنبيطة دي انا جبتها، قلت للولاد بقى هنعمل النهاردة قرنبيط زي العسل. قطعتها زي ما انتوا شايفين وحطيتها، لما المية غليت حطيت مع المية معلقة من الملح وطبعا معلقة من الكمون، وأول ما تتسلق وتخلص هنطلعها مع بعض بالشكل ده. شايفين كده بعد ما اتسلقت وخلصناها هنبتدي بقى نعمل الخلطة الجميلة اللي بنعمل بيها القرنبيط زي العسل، ولا تهرت منك ولا أي حاجة. 10 دقايق وتروحي شايلها على طول. المكونات بتاعتنا بقى بتاعت الخلطة: الخضرة الجميلة دي خضرة محشي عادية، وتلت بيضات، وحطيت عليهم معلقة من الفلفل الأسمر معلقة صغيرة، وكمان 5-6 فصوص ثوم كده زي العسل، ملح وفلفل أسمر على البيض، حطهم في الخلاط بتاعنا ونبتدي نخلط الحاجات الجميلة دي كلها. أهم حاجة بقى إن احنا هنحط جزء من الخضرة والجزء التاني هنخليه بعد ما تتخلط كده، ونحط كمان عليهم 2 كوباية من الدقيق، 1 كوباية من المية. هسيب جزء من الخضرة عشان أحطها بعد ما الخلطة تتخلط كده. تمام، يلا بقى هنعمل مع بعض الخلطة الجميلة. هنحطها في البولة بتاعتنا. أنا كده عملتها في الخلاط وجايبة معايا 2 كوباية من الدقيق. هتحطي واحدة واحدة لحد ما السمك المطلوب توصلي له. حطيت الدقيق وحطيت عليه رشة من الملح، وهقلب بقى واحدة واحدة كده لحد ما اوصل للقوام المطلوب. كده تمام، كده تمام يا سيدي يا سيدي. هناكل بقى النهاردة قرنبيط زي العسل. هنقلبها كده كويس لحد ما نوصل للقوام الجميل ده. يلا بينا بقى عشان نحمر القرنبيط بتاعنا، وهيطلع مقرمش وجميل معاكي وزي العسل. هنجيب القرنبيط بتاعنا، هنبتدي نحط القرنبيطة في الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها واحدة واحدة كده. واهم حاجة نكون حاطين زيت غزير يسخن كويس، وبعد كده هتوطي عليه النار عشان ما تحمرش معاكي من فوق وتبقى يعني ايه نية كده، ولا يعني ايه ما تعجبكيش كده من جوه. ماشي كده، هنبتدي نحطها بقى في الطاسة بتاعتنا بالطريقة دي. الزيت يدوب سخن ووطيت عليه، هنبتدي بقى هنحمره بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال، شكله زي العسل بألف هنا. طريقة سهلة وبسيطة وكلنا متعودين عليها. أنا كده هطلع القرنبيط بتاعي كله وهخلصه كله بعد ما اقليه، وهنرجع مع بعض تاني. هنعمل جنبيه سلطة خضراء، عايزة مخلل، وعيش بيتي بقى جميل وبألف هنا. ايه رأيكو؟ أنا كده خلصت القرنبيط بتاعي كله، وهبتدي هحطه في الطبق ونحط عليه بقى كده شوية خضرة كده جمال، حاجة كده تفتح النفس. شايفين القمر ده يا سيدي يا سيدي. جنبيه بقى سلطة خضراء زي ما قلتلكو، وعيش كده بيتي جميل، عيش أبيض زي ما انت عايزة، العيش اللي انت بتحبيه طبعا هتاكلي بيه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني على جميع المنصات، وكومنت جميل كده يعني يسعدني ويفرحني. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.